الصحة والجمال لون جديد للحياة. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الهادف والمتميز والجريء السلم المحرجة. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن موضوع مهم جدا وفي نفس الوقت محرج جدا لأنه ممكن يسبب مشاكل كتير لصاحبه. النهاردة نتكلم إن شاء الله عن النسيان. يسعدنا وشرفنا أن نكون بصحبتنا وصحبتكم دكتور محمد الحسيني الأكاديمي والخبير بالصحة الذهنية. أنا سامحك يا دكتور من ورا في الصحة والجمال. أعزائي المشاهدين قبل ما نبدأ حوارنا مع دكتور محمد بندعو حضراتكم للتواصل معنا عن طريق الاتصال على الأرقام اللي موجودة على الشاشة وإن شاء الله يعني حواركم معنا يثري الحلقة بإذن الله. دكتور محمد عايزين نعرف بس يعني تعريف العلم للنسيان بصفة عامة، إيه هو النسيان؟ والله النسيان هو اضطراب في الذاكرة. تمام. الذاكرة تدل على التذكر والتذكر هو الذكر، إنك بتذكر الشيء على ما هو عليه. تمام. فالنسيان هو الغفلة عن هذا الذكر. فالنسيان يعني بس غير مقصود ولا بيبقى مقصود؟ والله النسيان يعني احيانا يكون مقصود واحيانا غير مقصود. تمام. فان كان مقصودا اسمه تناسي. تمام. يعني في تفاعل، زي واحد كده اسمه ايه تباكى. تباكى فلان يعني ادعى البكاء. اما بكى فلان يعني بكى، والشعر بيقول اذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فجذلك في النسيان. جميل. هناك من يتناسى وهناك من ينسى. تمام. فاللي بينسى يعني ده شيء طبيعي عادي ويكون عارض وقد يكون مرض، قد يتطور الامر وله اسباب كثيره ان شاء الله سنذكرها ايه تباعا. طب ليه يا دكتور احنا نقول النسيان نعمه؟ يعني دي مقوله شهيره. نعم. النسيان في بعض الايه الاحيان نعمه، والامام ابن القيم رحمه الله عليه في يعني كتابه الوابل الصيب وفي غيره لعله امتدح النسيان وذكر انه من انعم الله على العبد. والا العبد عندما يفقد شيء ويتحسر عليه ويتحرق عليه، لو انه ظل ماثلا امامه وظل كده متذكر وشايف الماساه، فقد حد حبيب، فقد مال، فقد صحه، ممكن يجان جنونه. فمن فضل الله علينا ان مع الوقائع والاحداث والايام وتوالي الايه الاشكالات الواحد ينسى، فهو نعمه في هذا الجانب، غير انه قد يكون نقمه. تمام. يعني ايه ينسى ربه، ينسى نسوا الله فانساهم انفسهم. فاذا النسيان يعني يرد عليه ما يرد على الاحكام الخمس، يكون محظور ويكون واجب ويكون ايه مباح وحلال وكذا. حتى على المستوى الاجتماعي النسيان احيانا يبقى ان يتناسى، يعني يعديها يا يعني دكتور ما ينفعش في مناسبات اجتماعيه كتير. واحد مثلا يعني جاله ضيف وضيوف عيله ومعزومين دخلوا بالجزم على الايه السجاد. طب هتعمل ايه بقى انت؟ السجاده تقول له لا لازم تتناسى تتغافل كذا، يعني تفوت في برستيج معين. نعم. فاذا يكون نعمه احيانا ويكون نقمه احيانا اخرى. تمام. طب بقى ايه اهم اسباب النسيان يا دكتور؟ والله النسيان له اسباب. اول شيء النسيان يجب ان يعرف قد يكون عرض، وده بيحصل عندنا كلنا، وهذا ما يقارب قرابه 5% من الاحداث بننساه لاشغالات، والانسان مش دفتر. يعني الانسان مرتب ان الوقائع التي يراها كثيرا يتذكرها وتصمد في ايه في ذهنه. فتوالي الوقائع ايه احيانا يلبس بينها، بتلخبط، يعطي هذا لذلك، يفوت حاجات. ف 5% ما فيش مشكله. زاد بقى عن 5% تقريبا 15 20 25، لعند الربع نبدا نطلع من انه عرض الى كونه قد يكون مرض. قد يكون مرض. فالاسباب للنسيان في اسباب طبيه، في بعض الامراض، في الزهايمر، نعوذ بالله عن الزهايمر، هو ايه حاله من اضطراب الذاكره وحاله من فقدان الذاكره، حاله متقدمه جدا، وده ايه شيء يعني طبي. اما على المستوى الاجتماعي هناك اسباب للنسيان كثيره. اول شيء عدم التركيز. انت اما تشوف واحد كده يعني ايه بايلك كده يعني تقريبا يعني ماذا تذكر فيه؟ اما عندما تركز تفحص، عندما تتدبر تتامل بقت عندك. فعدم تستدعي في اي وقت بعد. فعدم التركيز يسبب الايه النسيان. تمام. اتنين، طريقه الترميز للاشياء، طريقه الحفظ. يعني انا انت حضرتك الاستاذ زكريا، اول لقاء بينا انا اخوك الدكتور محمد. تمام. اول لقاء بينا، طب انا اعمل ايه زكريا؟ يعني زكريا اربطك مثلا بالنبي زكريا وكذا وبيحيى. يعني انت في حاجه اسمها الترميز، كيف ترمز؟ تمام. واحد قاعد بينه خمسه، اللي في النص ده مثلا محمود، ده محمد، ده احمد، يقدر يقول ايه من الاطراف؟ فلان ده التخين شويه يديله الاسم، فده اسمه الترميز الميمورايزنج، ودي من اروع الاشياء التي ميز الله بها الانسان عن الحيوان. هو ليه الفأر ما تيجي الفيران نحط السم يقوم يموت، نحط للتاني للتالت ما فيش بينهم ايه؟ بنوا الانسان، الحضاره الانسانيه دي قائمه على نعمه من فضل الله علينا بالعقل اسمها الميمورايزنج اللي هو الترميز. رمزوا فاكتشفنا الكتابه.
فالكتابة تثبت الأشياء وإيه تنبضها، وهي رموز، هي عبارة عن رموز. ما هي الكتابة؟ عبارة عن رموز معقولة مفهومة، مفاتيح للأشياء تدل على أشياء مصطلح عليه، زي ما بيقولوا كده اللغة هي إيه مجموعة أصوات تم إيه الاصطلاح عليها تدل على معان خاصة في وسط خاص كونت اللغة. تمام. فإذا أسباب الإيه؟ عدم التركيز. اتنين، ضعف الترميز. ضعف الترميز إن الواحد مش قادر يحفظ، مش قادر يعني 20 قناة عندك، 20 وجه عندك، فأنت إبداعك في الترميز، وده دايما بنعلمه للطلبة. الشيء الثالث، عدم ممارسة الإيه؟ عادة التكرار والتوالي. التكرار ده دأب الناس العظام. التكرار بيعلم الشطار، ما بيعلم يعني يعني لازم التكرار. ذكر وذكر، تذكروا كذا، اشياء كثيره جدا. فالتكرار الواحد يشغل دماغه يعني دكتور، يشغل على طول، لان للاسف دلوقتي كل شيء اله حاسبه تقول له واحد 7 في 8 9 في 9 استنى لا، لازم عاوزين كده ايه. فدايما تكرار الاشياء طبعا بتواجهنها واستدعائها، وايضا الثرثره بالحق، يعني في ثرثره من النوع الجيد، يعني الناس الكبيره في السن استاذ زكريا لازم تقعد كده ايه ابنائها الاذكياء يقولوا فاكر يا ماما يوم كذا، فاكر يا ابي يوم كذا، يقوم يقعد وفلان على طول ايه يستدعي. تنشط الذاكره. تمام. اما اي عضو، العضو الذي لا يستعمل يصاب بالعطب. دي حياه طبيعيه، اي شيء لا تستعمل تصاب بالعطب، كذلك الذاكره الانسانيه. فقوى عضلات مخك، مرن عضلات عقلك، يعني تذكر، تلاسن، تكلم، اعمل. فدي من الاشياء المهمه ايه، وهذه من الاسباب. ايضا هناك من الاسباب بعض الاطعمه. العلماء بيقولوا احذر يعني السموم الثلاث، اللي هو يعني الملح الابيض والسكر الابيض والدقيق الابيض. الاشياء دي من الافات بتاعتها، زي ما بيقول براين تريزي وغيره، بيقول انها تصيب بالنسيان. واحد يصحى الصبح اول ما يصحى ياكل ايه، حلويات، ياكل شوكولاتات، لا مش ينفع، لازم تاكل بروتين وتغذي نفسك، لان الحاجات دي يعني صح بتدي طاقه، بس طاقه زائفه، فطاقه حتى ذهنيه ولكن زائفه. فانواع الاكل ايضا تساعد ايه، زي البقوليات والمكسرات واللب والسوداني، دي بتساعد الذاكره بطريقه هايله، بتنشط الذاكره، بتنشطها، وشيء جميل جدا. فايضا في المطعومات، ايضا طريقه النوم، قله النوم، ضعف النوم، العادات اللي الانسان بيسلكها بتسبب النسيان. طريقه تبديل النوم بالنهار وبالليل، طبعا نغير الساعه البيولوجيه بتاعت ربنا، جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ما فيش مشكله. لسه بيشعرون كده دكتور، يعني هو ينام بالنهار ويصحى بالليل، بس هو دايما تحس ان هو مش مركز. صح بالزبط. مش مركز زي ما اتفضلت حضرتك. ودي من الاشياء، وطبعا احنا في عصر دلوقتي ايه الدنيا فيه، فالانسان ما استطاع يحافظ على عاداته، على اطباعه، يحافظ على الانسجام مع الطبيعه والفطره اللي ربنا خلقها، يقوم ايه ذاكرته تقوى وتستدعى في كل وقت وحين. طيب تمام دكتور، بما ان احنا بقى في السنه المحرجه يا دكتور. نعم. طبعا النسيان ممكن يسبب احراج لصاحبه. طبعا. عايزين نعرف اهم المواقف المحرجه اللي ممكن يسببها النسيان لصاحبه. والله النسيان بيسبب احراجات كثيره في 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 عده مواقف. تمام. اول شيء في المواقف الاجتماعيه. مواقف اجتماعيه ان انا اكون مع حضرتك وعلى الهوا ومش فاكر اسمك، او الاستاذ زكريا استاذ. محرجه جدا، يعني اتقابل واحد ضيف جاي لك، ضيف ومعاه فلان، يعني الضيف قريبك، يقول لك ده فلان ده قريب كذا او نسيبي، يقوم انت مش عارف اسم التاني. وانت محرج، لا عارف تقدمه ولا تفرح معاه ولا. فدي من المواقف المحرجه جدا. تمام. دي مواقف يعني توقع صاحبها. بس الانسان الذكي ممكن يخرج منها يا دكتور بسهوله. ايوه. هو هنا بقى الذكاء الاجتماعي والبرستيج ايه الاجتماعي. تمام. انك ممكن تقول ايه، انا بس هسيب اسمك على التليفون او كذا، تقول لي مش عارف كذا. تمام. تقول له مثلا ايه عن طريق التاني، والله يعني، او الطريق المختصر اساله عن اسمه، قول له انا اسف بس اسم حضرتك تاني. في واحد ذكي جدا يعني بيجيب مقاربات. ممكن نزعل يا دكتور، اقول لك انت مش عارف اسمي. لا مفيش مشكله، اقول له معلش بس الانشغالات وكذا. اعرف واحد ذكي جدا يقول له انا كنت عاوز الاسم بالكامل، يقول لي يا اخي محمد محمود عبد الله، قول له انا عارف يا استاذ محمد بس انا عاوز الاسم العيله عبد الله. في مواقف يعني الانسان لازم يتسم باللباقه واللياقه علشان يقدر يحفظ. طيب نعالج الموقف ده ازاي؟ اما بموقف ذكي او بالسؤال المباشر، لان في حاجه اسمها الشفره المباشره. قول له انا اسف نسيت اسمك، ولا توقع نفسك في كثير من الحرج. اعرف واحد ذكي جدا اما يتلخبط يقول له يا محمد، يقول له انا محمود، انا احمد، انا فاداله اسم برضه. هو اسم شائع بين الناس. الاسم الشائع يعني انا مثلا لما اسافر بره دول الخليج. تمام. اخواننا الهنود، اي هندي يعني مسلم غالب، يقول له يا محمد تعالى يا محمد تعالى، هو ما اسموش محمد بس هو عارف ان محمد دي لقب ايه اي احد. فدي ايضا من الايه، واحد يقول لواحد ابو عبد الله، يقول له لا انا ابو محمد ابو كذا، فممكن تيجي يقول معلش انا نسيت ظنيت اسم ابنك. فيقدر ايه من خلال الموقف ده. اول موقف في العلاقات الاجتماعيه. تمام. الموقف الثاني الاخطر بقى استاذ زكريا، بين الزوجين.
تبقى مصيبه، دي مشكله طبعا، تبقى كارثه. واحد مع حبيبته وناديها بغير اسمها تبقى مشكله كبيره. ويا سلام ممكن تنتهي بسبب الموضوع ده. تنتهي ايه يعني؟ انا اعرف صديق وهذا الخبر احكيه عن ثقه مقه، تمام، ليله دخلته هو كان مطلق ذي قبل قبل كده، فليله دخلته بيقول لها حبيبتي باسم القديم اللي هي كانت عارفه دي كانت ليله، يبقى يطلع تاني. دي من المشكلات الكبيره. هو كيف تجنب هذا الموقف؟ انا بساله، ما هي مشكله بالفعل، ازاي تقول لمراتك اسم واحده تانية وفي اول ليله لك في زواجك يا اخي؟ قال والله حصلت يعني الكارثه. بس اقول دي فضل. سحبت منه ونفرت، فهو قال لها كده، قال لها شوفي انا بعتذر، ودي كانت زوجتي في الحلال، وانا لسه يعني معاكي اول ليله فاعذريني. والتمس الامر وبسرعه وبذكاء واعتذر لها وبسها وحبيبتي ورضاها وطبطب عليها، مش الحال. والا الامور اللي زي دي مشكله كبيره، مشكله كبيره انه ينادي مراته، خاصه لو الاسماء متشابهه، رنا رانيا مش عارف راندا، يعني الاسماء اللي هي ايه بتخش في بعض، توقع في لبس، او يكون هو بيشتغل عنده سكرتيره ولا عنده حد مثلا عمال كل شويه يناديه، او وبعدين اسمها سلمى يقول لها يا ناديه، مشكله كبيره تسبب أزمة. هذه من المشاكل العميقة اللي احنا بننبه الرجال أن يحذر. المرأة من فضل الله عليها أنها أشد ذاكرة، قليل أن تخطئ المرأة في اسم زوجها، بل يعني يكاد يكون من النوادر ما تخطئ في اسم زوجها، دي يعني مشكلة. هذا كسر لا جابر له، مشكلة كبيرة. جوزها محمد تقول يا عبد الحميد ولا ممكن ما يسمحش، ممكن ما يسامحش الغلطه دي بالنسبه له، ما يغفرهاش. لا لا تسامح فيها غلطه يبنى عليها غلطات، هو بالزبط. ان كان عليه قد يستسمح له ايه في شيء من ذلك. فالنسيان بين الزوجين من المشاكل بطريقه هائله. ايضا في نوع من النسيان استاذ زكريا في العمل. واحد مثلا عنده باحثين، عنده الفريق الاستاف بتاعه، يقوم واحد المدير بينسى اسمائهم، مشكله، امال ازاي تتعامل معاهم؟ وبعدين انت ما تذكر اسم واحد تزيده رونقا وجلالا واهتماما، والانسان الذكي اللي ينادي اسمه ابنه ما يقولش تعالى يا ولد، لا تعالى يا قيصر يا حبيبي، تعالى يا كريم، يعني تعالى يا محمد يا حبيبي، تعالى يناديه. انا ما اقول استاذ زكريا، تقول لي دكتور محمد، تكريما ليا يا دكتور. الاسماء تنبه. فدي من العوائق ايضا ان رب العمل. اقول لحضرتك شيء، استراتيجيه جميله جدا بيعملوها في المدارس والجامعات الاجنبيه، بيروحوا جايبين ورقه زي دي استاذ زكريا، وقدامه طبعا بيبقى في محاضره او محاضر او لسه وجوه جديده، فبيعمل خريطه، خريطه كده ايه مربع في حوالي عن ايه 10، كل واحد مكان، ويحط اسم ده، ونتعرف يا شباب، ويحط الاسم ويحط كذا، وكانوا يعني بيعلموا كده يعني ايه، فمع الخريطه كده وايه يقعد يتكلم. الاستاذ احمد عرف منين ما هو الايه الخريطه قدامه، ده من الابداع العلمي، بحيث تخلي الجمهور بتاعك يقبل عليك ويحبك. فدي ايضا من الوسائل الجميله اللي العاقل يستعين بها. فاذا على مستوى العمل، ايضا هناك على مستويات اخرى، مستوى الشارع ومستوى التعامل اليومي، ده شيء عادي طبيعي، ولكن تعظم المشكله بين الزوجين في العمل، في المناسبات الاجتماعيه الكبيره. هذه من الايه، ناخد استاذ احمد ونرجع نكمل. اتفضل استاذ احمد. الو استاذ احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل حضرتك. والله اولا اسلم على الدكتور. اتفضل عليكم حضرتك، اتفضل. انا بنسى كتير جدا، وبعدين حضرتك ذكرت موقف دلوقتي بالنسبه للزوجه، والكلام ده حصل معايا النهارده، لان انا متزوج زوجتين. واليوم بالذات قلت لها باسم الثانية. وبصراحة أنا الآن أعيش مأساة الحكاية دي. قلت لها حضرتك متزوج اثنين يعني؟ أي شيء مثلا يقوي الذاكرة عندي أو كده. أستاذ أحمد. نعم أستاذ أحمد. تمام. تمام شكرا جدا لحضرتك. الدكتور يرد على حضرتك في الموضوع ده. شكرا حضرتك. طبعا الامر مشكله طبعا دكتور كبير. استاذ احمد متزوج اثنين، فنادى احداهن باسم الاخرى. طبعا يعني الله يعينه، يعني ده موقف من المواقف، واحنا قلنا ان النسيان اخطر شيء في العلاقه الزوجيه. تمام. الانثى انه ديت باسم غيرها انكسر قلبها، فده مش غلط عادي يا استاذ زكريا. انا قلت استاذ احمد حضرتك قبل ما ارد على استاذ احمد دكتور، اتفضل. ان غالبا اللسان بينطق بما يفكر به القلب او بما يحس به القلب، يعني انا لو مشغول او بحب حد معين، نعم، ممكن اللسان ينطق لا اراديا باسمه. هو فانا عايز اربط دي يا دكتور برضو، نعم، من الموضوع النفسي. نعم. هو يعني ممكن تكون لا اراديه غصب عنه، هو اللسان بينطق زي ما تفضلت حضرتك، بحسب الدراسات العلميه ينطق بالفعل بما يحب، يلهج بما يحب، تمام، ويلهج بما اعتاد اللهج به، يعني يقعد يذكر الاسم اللي ايه اللي عمال يناديه كل شويه، معتاد عليه. يعني بعض مثلا البيوت فيها خدمات، يعني عامله في البيت وكذا محترمه، يقعد يقول لها هات لنا كذا يا فلانه يا فلانه يا فلانه يا فل، وهي خادمه يعني انسانه فاضله، يعني ايه خادمه في البيت، هاوس كيبنج، فيقعد فدي تعمل مشكله. فاللسان يلهج بما يحب،
ويلهج بما اعتاد على اللهج به. بس مع الازواج ده حق من حقوقه، لازم نتوخى الحذر من حق الزوجة. فأنا الأستاذ أحمد الله يكون في عونه، وأنا ألتمس له المعذرة، ولكن ده خطاب عام. بس إيه؟ الحمد لله بيضحك يا دكتور فاكر. ما هو بيضحك بس هي أزمة، هي على كل حال هي إيه أزمة وقعت. فالإنسان لازم يكون حذر وذكي ويقعد كده يرمز زوجته، يعني لازم يعرف إيه ويربط يعني بين الأمور. فإن وقع ذلك هم اثنين بس يا دكتور مش أربعة يعني. طب ما هو في على الله يعينهم بقى اللي ثلاثة وأربعة والأبناء والبنات وكذا. طيب هو بس لازم اعتذار كبير، اعتذار كثيف، اعتذار مقنع يقلل الهم ده. فلازم مش اعتذار بسيط، لازم هدية، لازم طلعة، لازم يعني هذا ما يعفو له عندها، لازم ضريبة يعني. وما يعملش كده تاني. يجب يتحتم في المواقف الزوجية. مشكلة الزوجة ممكن تنفر. انت تعرف ان الزوجة ما تسمع زوجها وهو مثلا يتكلم في المنام احيانا لو نطق اسم واحدة غيرها، الدراسات بتقول انها تغل له، يعني على طول ده مقتل من مقاتل الحب، وتقعد كتمها وما تقولوش، تقعد تبحث في كل ورقه في كل حياته عن الاسم اللي سمعته منه. لذلك يعني يا طب يعني مشكله دكتور واحد حكى فيها ازاي يعني ومأساته اللي بتكلم وهو نايم او بيقعد قبل ما ينام كده بقى يقعد او تعمل له تنويم ايحاء مغناطيسي او بتاع تطلع الايه يبعبع اللي عنده، دي مشكله كبيره جدا. فلازم الراجل يكون حذر، وان قدر الله وقع في خطأ في اسم زوجته فعليه ان ايه يرضيها رضاء كبيرا. اثنين، يحاول يفسر له، لازم تفسر له. ما ينفعش هي اسمها مثلا ايه سلمى تقول لها يا ناديه، او هي ناديه تقول لها، لازم تقول اسف يا حبيبتي وكذا، انا اللي حصل. فسر لها، ويا ريت التفسير الصحيح. انا جه على بالي فلان لان وانا بذكر ذكر موقف فلان كذا. ده في مشكله ماساه ممكن اتحطم البيت ان واحد ينسى اسم اولاده. يعني ده دليل عدم العنايه. لو كتير يا دكتور عنده اربع اولاد يعني غالبا كتير. الاسره المصريه ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني ده دلوقتي يعني، وإن كان زمان يعني وربنا بارك ويزيد يعني. فمشكلة كبيرة أن يخطئ الرجل في اسم أبناء. أول شيء بيجرح ابنه، اثنين بيحرج زوجته، ثلاثة بيكشف عن نقصه ويكشف عن عدم اهتمامه، وده من يعني من المشاكل بمكان. فالتركيز التركيز والترميز الترميز. تمام يا دكتور. طب خلال المراحل العمرية بقى يا دكتور، نعم، خلال مراحل فترة الطفولة، فترة نعم. الشباب، فترة الشيخوخة، نعم، اي مرحله من المراحل دول معروف ان فتره الشيخوخه طبعا بيبقى النسيان فيها اكتر، نعم طبعا، بس طبعا لكل قاعده شواذ، نعم. فعايزين نعرف يعني فتره الطفوله بيبقى فيه ذاكره كويسه جدا بالنسبه نعم للطفل طبعا، لكن هل ممكن في الفتره دي يحصل له نسيان؟ وهل ممكن فتره الشيخوخه نعم اللي هو معتاد فيها نسيان نعم يكون لا الامور بتبقى طبيعيه؟ نعم، العلماء بيقولوا ان اقوى فترات التذكر للطفل من وهو صغير، يعني من سن حتى اربع سنين. تمام. يعني من سن اربع سنين، خمس سنين، ست سنين، لعند سبع سنين يقدر يتعلم ثلاث أربع لغات. يعني لذلك بعض الحضانات الرائعة اللي برامجها العلمية برامج رائعة ومتقدمة، الولد بيكون عنده إبداع لغوي مطلق، لأن دي يعني لدرجة أن نعومة شومسكي العالم اللغويات المشهور صاحب النظرية التوليدية التحويلية بيقول إيه؟ بيقول أن الطفل معالجته وتوليداته وتحويلاته اللغوية في هذه السن تدل أن في إله. يعني العلماء يعني في علماء كثيرون عندهم إلحاد، هو اختار النظرية السوبر. ايه نظرية السوبر؟ ان في إله، في امكانات ربانية بتعلم الولد ازاي يتذكر وازاي كذا. هذا الامر يتفاعل معايا تفاعل، يقال لعند سن 20 25 30 ممكن ايه بيحصل حالة جمود بقى، بينمي اللي عنده، لان الخلايا الذهنية والمراحل التعليمية بتتباطأ. لعند سن 25 30 نقدر نقول ايه الذكي اللي بيحافظ على ذاكرته وعلى وعيه لعند 40 حتى 50. طيب بعد 50 بقى ندخل في مراحل ايه، ان الانسان بيتقوقع على نفسه، بينعزل عن العالم، فعلى قدر انعزاله على قدر انحسار ذاكرته، على قدر انحسار تفكيره. فلذلك معروف ان سن المعاش بقى والناس اللي ايه بتعيش حياتها وتفضل، لازم التذكر، لازم الصداقه القديمه، لازم ابنائه يدخلوا على ابيهم ويقعدوا يكلموه ويدردشوا معاه. والمراه اقوى من الرجل في ذلك امر التذكر، المراه اقوى من الرجل. ليه؟ لان المراه دايما شايله هم، يا بنتها يا بنت بنتها يا حفيدها يا كذا، ودايما مهمومه مشغوله، ودايما تتذكر وفلانه وصاحبتنا وكذا وقريبتنا. فالرجل يتعلم من المراه، لان الرجل احيانا يعني احيانا لما بيكبر وينعزل ويجي كده يتقوقع ده يعني بيحكم على نفسه بالموت البطيء. اما المراه لا، هي بطبيعتها انها متداخله اجتماعيا، فاذا هي المراحل العمريه. الطفوله اعلى المراحل ثم مراحل كذا. لذلك اللي عنده ابن او كذا يا ريت يتوصى يعلمه، يحفظه كتاب الله، يعلمه لغات في السن الصغير.
حتى إذا ما صعد بيبدأ بقى المجردات والعقليات أكثر من اللغويات. وأيضا جدير أن ننبه أن المرأة أو الفتاة دائما في اللغويات أقوى من الرجل، في التذكر أقوى من الرجل. حتى الشاعر ابن الرومي بيقول إيه عن النساء، يعني بيقول: يكفي مطالبنا للذكر ناهية أن اسمنا المشهود نسوان. يكفي مطالب، فبيقول كده: ما منحناه بل للذكر ذكرانه، يعني الذكر تذكرهن ينسينا. والعكس هو الصحيح، ولكن هذا في أمور المحبة. فتذكر ذكر، والمرأة يقول لك يعني نسوان أو كذا، وهي لغة عربية فصحى من النسيان. والأصل العلمي بيدل العكس بقى، أن المرأة هي الأكثر تذكرا من الرجل. طب هل في علاقة دكتور بين النسيان وبين الكذب؟ والله دي شيء جميل جدا. نعم، يعني معروف أن الكذاب بينسى، في علاقة خصوص وعموم، ودي من الأشياء المهمة. إني اللي عشان يبان كذب يا دكتور؟ ما لذلك أنت عاوز تكتشف كاذب. أنا عندي وصفة واحدة بس، أقعد اسأله كتير. أهم حتى في التحقيق على مستوى القانون والمحققين، وفي الـ في الـ في الـ يعني مراكز التحقيق والشرطة وكذا، كل حتى المحامين الكبار يجي كده المتهم ويجي قدام القاضي، أكثر من التساؤلات، لأن كل مرة هيفتعل قصة هينساها ده الكاذب. اما الصادق ما عندوش الا الواقعة دي، هيقعد يقولها كل مرة. فهناك علاقة بين الكذب وبين النسيان. الكذاب دايما بينسى، لا محالة، لا محالة. وعاوز يعني الزوجة تكتشف زوجها، تقعد تسأله كتير وكذا: طب وانت جيت الساعة كذا؟ وترجع تاني ايه؟ هو وقت ما وصلت كان المغرب ولا العصر؟ يقول: لا انا واصل العصر، ما انت لسه قايل الساعة 2:30. يعني اقصد ان ايه، لان من هتجيب رجله يعني شيء طبيعي. فاذا هذه هي العلاقة الاولى. العلاقة الثانية اني النسيان يعني مش بيوقع في الكاذب، ولكن الكاذب هو الذي يوقع في النسيان. وان النسيان زي ما قلنا عرض ومرض، وان النسيان قد يكون تقصير مني، عدم تركيز، وقد يكون عرض او مرض زي ما قلنا. وافضل طريقة لتلاشي ذلك وتجنب ذلك هو التذكر، هو الثرثرة بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليأكل خيرا او ليصمت. شوف، قدم قول الخير عن الصمت. فبعض الناس يقول لك الصمت فضيلة. نعم فضيلة، ولكن فضيلة لاحقة، ليست فضيلة رئيس. الفضيلة أن تتكلم وتتكلم بالحق. لذلك تلاقي كده تدخل بعض البيوت تلاقي سكتم بكتم الناس كده، ما ينفعش تكلم. وعلى وجبة الايه الأكل تكلم، وفي كل مكان تكلم، وابنك داعبه، اضحك، اعمل كذا. أما الناس اللي هي ساكتة على طول، إزاي هتنقل خبراتك لابنك؟ كيف تربيه؟ ده التربية هي عملية ايه؟ تواصل. شيء تاني أيضا، إني التواصل اللفظي مع الزوجة في عالم الأزواج هو مفتاح النجاح وسر النجاح الزوجي بالدرجة الأولى. الزوجة قد تأتي لها بأشياء كثيرة، تجيب لها خروف يا عم تدخل به، بس الكلمة الحلوة لها أثر. ويا سلام بقى الكلمة الحلوة بكلمتين تانيين، والكلمة الحلوة بكلمتين تانيين بإيه؟ بتذكر قديم. إن شاء الله هعمل لك في المستقبل. الكلام، تكلموا يا عباد الله. الناس يعني الكلمة الطيبة صدق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فإذا يعني الكلام فضيلة كبرى. والكلام مدخل من مداخل التذكر وتجنب الايه؟ النسيان. ناخد مدام كريمة دكتور ونرجع. اتفضل. الو، اتفضلي مدام كريمة. ازيك يا دكتور زكريا؟ الحمد لله تمام، اتفضلي. والله انا بهني حضرتك يعني على البرنامج ده، بصراحة جميل جدا يعني. ربنا يخليك. وهادي فعلا والله. اتفضلي، ليكي سؤال دكتور محمد؟ خصوصا على معانا مدام كريمة؟ طيب انقطع الاتصال، نكمل يا دكتور كلامنا؟ ماشي. فإذا فضيلة الكلام تساعد على إيه؟ تجنب النسيان. تمام. وزي ما قلنا إن إحنا بس عاوزين نغير المعنى اللي الناس شائع عنده، يقول إن الصمت يعني إيه؟ حكم أو حكم أو حكمة. لا، الكلام هو الحكمة وهو الفضيلة. الكلام مدخل تربوي، مدخل للحب. اشتري زوجتك، اشتري عقلها، اشتري ودها بالكلام. فالكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. مع الناس هو يعني الشاعر حتى بيقول ايه؟ لعمرك ما ضاقت بلاد باهله ولكن اخلاق الرجال تضيق. فالواحد خلقه الضيق ارياف، لا اتكلم. الكلمه الطيبه صدقه. ومثل كلمات كشجره طيبه اصلها ثابت فرعها في السماء. فدي الكلمه الطيبه اللي بتساعد على تجنب النسيان، وهي مدخل التذكر. طيب معنا مشهد من فيلم فاصل ونعود يا دكتور نشوفه. اتفضل. هو بيتكلم برضه عن النسيان. أهلا صلاح. سلامتك يا حبيبي. لفوق يا صلاح. معلش يا حبيبي، اقعد يا اخويا. يا ريتك مت قبل ما تشوف اليوم اللي تبقى فيه كده يا عربي يا اخويا. يا ريتك تقتص من سواق مقطورة سكران ما يعرفوا اللي امك من حتة. امال في السعد يا صلاح. معلش يا عربي يا اخويا، ما تاخذنيش مش داري بنفسي من قلبي يعني وقلبي وكلنا عليك. بص يا عربي ركز معايا شوية يا اخويا. ها؟
ده حمامك وصابونك وفوتك وبشاكيرك وحلاقتك ومكنك ماشي؟ ماشي. وده مطبخك وحيل علاك وسكاكينك وبصلك وتوابلك وكفتتك وعيشتك كلها والناحية ده اوضه نومي وشبشبي وكوفرتتي والحافي واتغطى لما اتبرد. خلاص يا صلاح هتعرفني على بيتي، انا فاكر كل حاجة كويس. اه صحيح، انت فاكر كل حاجة قبل الحادثة ومش هتفتكر حاجة بعد الحادثة، الدكتورة قالت كده. الدكتورة؟ دكتورة مين يا صلاح؟ الدكتورة بطوم اللي قابلناها واديتك الكارت بتاعها في جيبك. دكتور الجمل؟ ايوه. انت عارف انا اللي حاسس في نفسيتها يا صلاح ان انا ناسي كل حاجه وفاكرك انت بالذات. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا مش عايز بقى سياح في الحته على اللي جرالي عشان صوره العرب. في ايه يا عم عرب؟ الكلام اللي انت بتقوله ده عرب؟ ما سخرناش يا اخي. ايه عرب الكلام ده عرب؟ معقوله كده يا عربي؟ يكون برضو الحوادث زي ما شفنا كده سبب في من اسباب النسيان طبعا يعني. وده شيء كثير ربنا يعافينا جميعا بحسب يعني عظم الحادثه او كذا او ضربها في الجمجمه في كذا خاصه في منطقه الدماغ خاصه بتاثر على الذاكره ودي من الحالات العصيه. وايضا يقال استاذ زكريا يعني ان قيمه التذكر العظيمه نعمه التذكر ان لا قالوا الواحد يعني تكون ملياردير بس تنسى كل ذكراك. لا ما يعني انا ملياردير ماشي بس اعيش ازاي على اي اصل؟ فيعني ايه هو الانسان؟ هو حزمه من الاحداث التي مضت. فلا انسان، شوف قد يتنازل الانسان عن عين من عيونه، عن كليه من ايه كليتي، لكن ذكرياته صعب. اما ذكراه طب يعني هو صعب. بقي ماذا؟ ما الذي بقي؟ مسخ لا شيء. لذلك يعني التذكر نعمه من الله رب العالمين. الحمد لله رب. ومن الحاجات ايضا يعني التنويه استاذ زكريا الواحد عشان يتذكر طاعه الله عز وجل وائمتنا والامام الشافعي، واحنا عارفين ايه شكوته الى وكيان سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعصي، ان تقوى الله عز وجل وغض البصر والعادات الجميله ومحافظه على الصلاه والبعد الايماني على طول ذاكرتك حاضره، ثم حفظ شيء من القران. الغرب بيستغربوا ازاي المسلمون يا اخي بيحفظوا كلام مقدس وانت عارف بعض نوابغ الحفاظ يحفظ اسم الصفحه اسم الايه حتى الشكل حتى الموضع. احنا بنشوف مسابقات بنشوف اشياء معجزه. فكتاب الله عز وجل وحديث رسول الله من الاشياء الرائعه ومن حفظهما يعني بفضل الله تجنب النسيان واصبح من اهل التذكر. تمام. هنشوف جزء من فيلم ذهبنا يا دكتور ونرجع نكمل تاني. بس عشان وقت حلقتنا خلاص معانا دقيقه بالظبط. نعم. عايزين نعرف زي ما حضرتك قلت يعني كيف نعالج النسيان. حضرتك قلت بتقوى الله ثم حفظ اجزاء من القران الكريم. نعم. هل في حاجه ثانيه؟ طبعا في حاجه ثانيه زي ما احنا قلنا اللي هو التركيز، عمليه التركيز. احنا عندنا استاذ زكريا في ثانيه في حاجه اسمها ملكه وفي حاجه اسمها مهاره. مفيش حاجه اسمها ملكات، في حاجه اسمها مهارات. تمام. مهارات يعني كل شيء قابل للتعلم. التذكر وتوسعه الذاكره وتنشيط الذاكره قابل للتعلم. بيجي ازاي؟ اول شيء من التركيز. اثنين اكتساب عادات سليمة، عادات سليمة للحفظ والتكرار دايما. تمام. الترداد والتكرار. ثلاثة الكلام، عاوز تحفظ قرآن صليبه اقعد اذكر الآية. تمام. عاوز بتحب حد او ايه في جمهور معين اقعد ناديهم بأسمائهم. فدي من الاشياء الايه المهمة جدا. تمام. عمليات التركيز وايه مع تقوى الله مع العادات الجيدة، وفي شيء اسمه الترميز ممكن نبقى نتكلم فيه في حلقة تانية اللي هي اليات الحفظ ان شاء الله. ونشكر حضرتك دكتور محمد، شكرا جزيلا، نورتنا واستفدنا من علم حضرتك. اعزائي المشاهدين في نهايه حلقتنا بنتقدم خالص الشكر والتقدير الى دكتور محمد الحسيني الاكاديمي والخبير في الصحه الذهنيه، ونتمنى لحضرتكم دوام الصحه والعافيه، ونلقاكم على خير في حلقه جديده من برنامج اسئله محرجه. كان معكم زكريا الهادي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.